وين بدنا نوصل؟ انا بناشد الامم كلها وبناشد العالم كله يتطلعوا بحالتنا ويشفقوا بقى علينا. لوين بدك توصل يا شعب لبناني بعد اكثر من هيك؟ لم يخلو من التباهي والتهديد، يلوح نصر الله لخصومه من حزب القوات اللبنانية بحرب أهلية في محاولة للملمة جراح مؤيديه. بس حزب الله 100,000 مقاتل، لا تخطئوا الحساب وخذوا عبرة من كل حروبنا. هذا المحقق القضائي عم يشتغل سياسي، قائمة على الاستنسابية. هذا الموضوع ما بيكمل هيك، ما في إمكانية يكمل هيك، خصوصا في الأيام القليلة المقبلة. وصباحا نفذ حزب الله التهديد وانتشر عناصر القمصان السود عند تقاطع طيوني عين الرماني. وين كان القناص؟ الفيديو اللي مبين انه في قناص، فيك تدلنا؟ هن كانوا 3 عناصر جيش هون فوق على السطح، هن قالوا لي افتح ونزلت. هن جيش مش قناصين ولا مسلحين. نعم. انا ما فتحت لهم الا بعد علم رئيس اللجنه وصاحب الشقه. هي شفته ابن الحرام؟ شفته ابن الحرام نتزل باروته. شفته ابن الحرام بعده مكمل. لا هي 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 يا بكري، هيدا الجيش يا بكري، جيش اللي عم يقوس الجيش. نحن بمفهومهم نحن جالية إيرانية، أما هن فينيقيين طالعين من صدف الأرجوان.